اهلا بكم مشاهدينا الاعزاء، مشاهدي قناه الفلوجه الفضائيه. ربي يسعد اوقاتكم بالخير والصحه والبركه، وهذه حلقه جديده من برنامج قصه نجاح. قصصنا كثيره ومتنوعه، والاهم من ذلك انه هي تحاكي الطاقات المختلفه، وايضا تساعدهم حتى يتخطون كل العقبات اللي تمر بحياتهم والصعوبات، وينطي الدافع القوي حتى يكمل مشواره ويحقق أحلامه. خلينا نشوف قصصنا لهذا اليوم شنو هي، ونبدأ بأول قصة. أنا اسمي نذير عائد عذاب، حاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة كيف للإنشاءات والعمارة، متخصص بتصميم وتصنيع الجسور المعدنية المعلقة وبالتحديد المقوسة. هذا الاختصاص أنا صراحة أعشقه، وأنا أشتغل بإيدي بالإضافة إلى إعداد المخططات الهندسية والتصاميم. هذا أول جسر إن شاء الله بتشوفه اللي بالعراق من تصميمي وتنفيذي، وإن شاء الله نطمح أنه نسوي جسور أكبر من الجسر اللي موجود هنا لو أتيحت الفرصة طبعاً، وأمنا بالله سبحانه وتعالى وبالناس الخيرين اللي موجودين بالحكومة العراقية أنه يشوفون هذا العمل ويعني ويبادرون مبادرة ويانا أنه نبني جسور بفضاءات كبيرة. طبعا الجسر اللي موجود حاليا هو جسر مخصص للمشاة بفضاء 90 متر، طوله 90 متر وعرض 6 متر، مخصص للمشاة للمارة. بس هو يعني من صممنا اوفرلود شويه، لان راعينا اكو بعض الامور راح تصير على السيرفس على سطح الجسر، مثل يعني اماكن لزرع بعض الشتلات او الورود، سنادين الورد ومصاطب ومقاعد للماره. ان شاء الله يصير فد معلم حضاري جميل بمحافظه الحله. منذ الطفوله أنا أعشق موضوع الميكانيك، بالتحديد الهياكل الملحومة. فمن أنا صغير بديت أشتغل وأدرس. تعرف إحنا أيام الحصار بداية التسعينات فترة صعبة، الكل كان يعاني من عدها. فأغلبنا إحنا يعني جيل السبعينات يعني اللي كانوا يدرسون بكليات الهندسة أو الطب أو العلوم أو كل الكليات، يعني ظروفنا كانت صعبة الاقتصادية، فأنا كنت أضطر أشتغل وأدرس، واكبت بين الدراسة وبين عملي. والحمد لله والشكر هذا الموضوع لاحقا من كملت كلية الهندسة يعني فادني من الناحية التطبيقية العملية، فصار عندي المام من الناحية التطبيقية والناحية الأكاديمية بالاختصاص اللي أنا أعشقه وأحبه منذ الطفولة وهو الهياكل الملحومة. أنا طلعت للخارج وكملت الماجستير والدكتوراه والبكالوريوس كان بالعراق. العراق يفتقر كليات الهندسة اللي موجودة به إلى الجانب التطبيقي وإلى الجانب العملي وإيصال المعلومة التطبيقية العملية للطالب في كلية الهندسة، بينما بالخارج لا، بالخارج الأستاذ ممكن يوصل لك المعلومة النظرية والمعلومة التطبيقية فراح تستفاد منها أكثر، ما راح تحتاج وقت يعني فد وقت كبير حتى أنت تفتهم هاي المعلومة العملية
اول نظريه وين راح تصير وين راح تشتغل ورا ما تتخرج. ما راح تحتاج ناس تفهمك هاي المعلومه. بالعراق راح تحتاج من تتخرج من تكمل البكالوريوس الاربع سنوات، ما راح ممكن انت قبل راح تقدر تشتغل بالمعلومات اللي راح تستقطبها من الجامعات العراقيه صراحه، وانما راح تحتاج فتره زمنيه حتى تقدر توصل الى مرحله انت تصير ديزاينر او انت تقوم تشتغل بايدك. اكو ضعف صراحه موجود خاصه من وراء 2003. الله يرحمه المرحوم والدي، هو يعني من المشجعين لي والداعمين لي باختصاص العملي والاختصاص الهندسة. هو خطيرات من عندي أنه الله يرحمه أن أكمل الماجستير والدكتوراه باختصاصي. هو شجعني قبل ما يتوفى الله يرحمه. وأنا بالنسبة حتى شهادة الدكتوراه يعني صار عندي حافز أن أكمل الدكتوراه مالتي بسبب طلب والدي الله يرحمه قبل ما يتوفى. فأنا كملته وحسب رغبته، هو يعني راد هذا الشيء من عندي وبالاختصاص اللي أنا أريده. أنا حاولت أول ما أجيت للعراق بال 2018 أنه أرتبط بالدولة العراقية حتى أفيد قطاعات وزارة الإعمار والإسكان بموضوع الجسور. قدمت أكثر من مرة مرتين ما قدرت يعني أحصل فرصة بالعراق، فاتجهت للقطاع الخاص وكونت نفسي بالقطاع الخاص، وإن شاء الله هاي بداياتنا بموضوع إنشاء الجسور. كل العمل اللي دا اشتغله بالعراق هو مع الاسف مو بتخصصي الصرف اللي يعني يعني عندي امكانيه بالبي اتش دي بالدكتوراه. اشتغلت بالقطاع النفطي، ابني خزانات النفط الكبيره العملاقه. خزانات النفط اللي تكون اقطارها 40 متر 30 متر 50 متر وبانواعها الستورج تانك والفلوتنج تانك، تكون سقوفها عائمه وتكون سقوفها موجوده الستورج تانك. واشتغلت هياكل ومعدات هندسيه لصالح شركات صينيه في جنوب العراق، ولا زلت والحمد لله والامور ماشيه وطيبه ان شاء الله. بالنسبه ان هذا اول مشروع لصالح وزاره الموارد المائيه مو لصالح محافظه بابل. وزاره الموارد المائيه متمثله بشركه العراق العامه، عندهم مشروع تطوير ضفاف نهر الحله التبطين الحجري مثل ما تشوفه. أوعز وزير الموارد المائية المحترم بإنشاء جسرين، فهذا جسر إن شاء الله، وإن شاء الله أعطونا جسر ثاني وراء ما شافوا الجهد مالتنا. هذا الجسر الثاني راح نسويه يم الجنسية بالحلة، وهذا الجسر اللي هسه تشوفه هو أول جسر من نوعه تقريبا بالعراق، يعني من ناحية الشكل ومن ناحية طول الفضاء. الجسر الثاني إن شاء الله راح نسوي في الديزاين ثاني وبنفس الفضاء أيضا معلق بفضاء 90 متر. أحاول بتصاميمي أتجاوز موضوع يعني تعدد الأعمدة بمقطع النهر. يعني العالم كليته بأوروبا بأمريكا بالصين وين بتركيا بهاي الدول المجاورة علينا هنا تجاوزت موضوع الفضاءات القليلة ال 30 متر ال 25 متر. الكل قام يشتغل فضاءات طويلة. فإن شاء الله الإمكانية العلمية والعملية متوفرة بتنفيذ هاي الجسور، هاي الفضاءات الكبيرة. اقترحت على محافظة الحلة أنه أسوي لهم جسر سيارات مقابل مستشفى مرجان. وصراحة
الحد هسه ماكو اي رد من عندهم، وانتظر انتظر يعني ننتظر من عندهم الرد. من الجميل ان تحصل على شهاده من خارج البلد وتجي لبلدك وتطبقها وتخدم هذا البلد. اكيد هذا اللي سواه المهندس نذير، وحاول انه يطور شهادته اكثر واكثر. طبعا نذير حصل على شهاده الدكتوراه من خارج العراق ورجع البلد وحاول أن يعمل على شهادته، وقام بتصميم جسر بمهنية عالية وأيضاً بدقة. خلينا نكمل باقي تفاصيل القصة ونشوف نذير شلون قدر ينجح، وأنت أيضاً تقدر تحقق طموحك وأحلامك وتنجح. موضوع التصاميم الهندسية واكبتني، وأثناء دراستي بالخارج لبعض المشاريع بالعراق صممت مشاريع هواية يعني تابعة للعراق بالخارج هناك. هاي المشاريع كان بها صعوبة أنه لازم أنا أتواجد يعني هنا أنا موجود، ولازم اني اكو بعض الامور والقياسات واسوي عليها تشيك بنفسي، وبعدين اروح هناك اسوي يعني اناليسز والى اخره، واسوي تشيك وسكوب اوف ورك، واسوي ورك شوب دروينج. صارت عندي صعوبات هوايه، ومن دزيت بعض المخططات الهندسيه اكو بعض الامور صارت كانت ألاقي صعوبة صراحة لما أعتمد على المعلومة اللي تجيني من بغداد اللي هناك الكيب، أنه أعتمد مثلا المعلومات التالية بالتصميم. هاي المعلومات قد تكون مو دائما صحيحة، فكانت أضطر أرجع أركب طيارة وكذا وهذا، وأرجع وأسوي تشيك على فد معلومة جدا بسيطة بس أنا لازم أسويها بنفسي يعني، والنوبة مرتي الثانية أرجع أكمل المخططات وأدزها. يعني أصعب شيء دعاني منه بالعراق هو عدم توفر مادة أولية لصناعة الهياكل المعدنية تصنيع محلي. يعني على سبيل المثال نريد نبني خزان النفط، خزان النفط يحتاج لصفائح معدنية من نوع خاص. هاي الصفائح المعدنية يجب أن نستوردها. يعني العراق ليش مثلا ما يصنعها؟ عملية استيرادها وطلبها من الجهة المستفيدة يعني بحد ذاتها هاي مشاكل تحتاج وقت وكلفة وبعض الترتيبات. يعني أعتبرها هاي فد نقطة مهمة للحكومة العراقية أن تراجع موضوع مصانع الحديد والصلب اللي عندنا بالعراق، أنه تراجع نوع المنتج اللي لازم تنتجه هاي المصانع. يجب أن تنظر إلى ما هي الكميات التي يستوردها التجار العراقيين. دائما احنا عندنا مثلا صناعة خزانات نفطية يعني بكثرة، فالخزان النفطي مثلا يحتاج 300 طن على سبيل المثال بليت من فد نوع معدن خاص. هذا البليت اذا اني بالسنه الواحده احتاج كذا الف طن، ليش اني هاي الفلوس والعمله الصعبه جاي تطلع خارج البلد؟ ليش ما المستثمر اللي دا اعطيه اجازه استثماريه دا يبني معمل للحديد والصلب اني افرض عليه ان يسوي خط انتاجي بهذا المجال؟ شاركت بتصميم جسر فضاء 350 متر بالعاصمة الأوكرانية كييف، وشاركت بتصنيع الهيكل المعدني مالته مع الجامعة مالتي، وكنت يعني استشاري على الموضوع. وصح أخذ فترة طويلة بالإنشاء، بس الجسر فريد من نوعه والميكانيزم مالته خاص، ومستمر
إعداد التصاميم والمخططات الهندسية لصالح بعض المهندسين الأوكران إلى هذا اليوم. أنا مستمر، عندنا مشروع بولندا مستمر وياهم إن شاء الله كجروب، ودا أشتغل تصاميم. رسالتي تكون صراحة بالدرجة الأولى لطلبة كلية الهندسة، أقولهم لا تعتمدون بالمرحلة الأكاديمية على فقط أنه أنت تريد تدرس نظريات وتتوقع من عندها من خلال هاي النظريات أنت راح تكون مهندس. لا، أنت بهاي الأربع سنوات بهاي النظريات اللي جاي تدرسها ما راح تكون مهندس، أنت تحتاج بعض التطبيق، أن تهتم بالجانب التطبيقي، الجانب العملي. إذن شفنا قصة المهندس النذير، أكيد عمل الهندسة جميل جداً مثل ما خطط وحاول بتطوير دراسته، خطط أيضاً لحياته وقدر يحقق طموحه. نتمنى له كل التوفيق. خلينا ننتقل لقصة أخرى لكن بعد الفاصل. هذه عودة لكم مشاهدين الأعزاء من بعد الفاصل، أكيد قصصنا كثيرة ومتنوعة وما تنتهي. خلينا نشوف قصتنا الثانية شنو محتواها ونرجع نكمل وياكم. اللاعب سامر عباس عبد الوهاب من مواليد 1982 بغداد، حاصل على بكالوريوس فنون جميله فرع التشكيلي خزف، اعمل مدرس في تربيه صلاح الدين قسم تربيه السامراء. دخلت المجال الرياضه منذ اكثر من 10 سنوات، دخلتها من باب الهوايه ومن باب حبيت انه كان عندي زياده بالوزن، حبيت انه رشق، فمن طبيت مرنت التمرين ثلاثه، فكانوا من ضمن القاعه الواعي بالكوكوشينغاي كاراتيه، فانعجبت باللعبه وصار عندي يعني ولع انه اجربها، فجربتها خلال فتره يوم يومين ثلاثه بديت يعني استهويها للعبه وبديت امارسها يعني، والحمد لله قدرت انه اكون احد لواعيبها. والرياضه هي جانب اخر من الحياه، بس شلون تقول يعني انا قدرت اجمع بين الاثنين، يعني الصبح مدرس للتربيه الفنيه، العصر وبالليل لاعب في القاعه الرياضيه، ويعني ادخل بطولات دوليه وادخل على مستوى العراق ومستوى المحافظه، دخلت بطولات، قدرت انا اجمع بيناتهم، يعني هن الرياضه شيء والفن شيء، الا انه انا جمعت بين العنصرين ذني، خليتهم وسوي امارسهم بيوم واحد، يعني اثنيناتهم امارسهم بنفس اليوم. هي مع احترام لكل اللعبات، هي كل اللعبات موجوده وكل اللعبات لها قوانينها وقواعدها ولها جماليتها ولها الناس اللي تحبها، بس هاي الرياضه تختلف من باب القوه والصلابه، يعني هاي اللعبه يعني تعلمك على الصبر، تعلمك على تحمل الالم، يعني هاي اللعبه بيها يعني هو حتى يسموه مقاتل، يعني مو فقط لاعب او بطل، لا هذا مقاتل كوكشينغاي كاراتيه، يعني لعبه يعني هي من اسمها الحقيقه المطلقه، يعني يكون فيها الضرب الصد الدفاع الهجوم، يكون كله عن طريق الجسد، يعني انت تحمي نفسك بنفسك، يعني هو جسمك اللي يكون درع لنفسك، يعني مع احتراماتنا للعبات البقيه، اللعبات البقيه ممكن يلبسون واقيات، ممكن يلبسون جفوف او واقيه صدر او واقيه راس، احنا عندنا لا، هاي اللعبه لا، يعني انت تنزل مجرد البدله، بدله وانت تنزل تلعب، يعني لحد فتره كان عندي محل الرسم على الزجاج والحرق على الخشب والطرق على النحاس، يعني محل يعني من باب رزق، بنفس الوقت يعني انا استفاد منه كأعمال يعني تجارية، يعني العمل الرسم اللوحة أرسمها يعني أبيعها أتاجر بيها،
بس تعمقي بالرياضة خلاني شوية يعني مو أترك وإنما أقلل من الشغف الفني اللي عندي. بالنسبة للتشجيع طبعا هو أكيد أكو خطورة، يعني الأهل يقولون هاي اللعبة يعني مخاطر هواية من بالنسبة للضرب هذه، إلا أنه الطموح اللي خلاني أستمر بهاي اللعبة وأشجع على ممارستها. طموحي أنه يكون فد اسم رياضي على مستوى العراق وعلى مستوى آسيا ومستوى الوطن العربي مثلا وعلى مستوى العالم إذا الله مكننا. خلال مسيرتي الرياضية اللي هي يعني مدتها 10 سنوات شاركت بخمس بطولات، بطولة العراق، بطولة المحافظة وثلاث بطولات دولية. الحمد لله الله وفقني في بطولة المحافظة، حصلت على المركز الثاني للوزن المفتوح، وعندي بطولتين، بطولة في تركيا، بطولة أوراسيا، حصلت مركز ثالث لفئة الماستر عمر ما بعد الأربعين، عمر ما بعد 35 للوزن المفتوح. وقبل فترة يعني شاركنا ببطولة العرب في لبنان، جبت مركز ثالث لفئة الماستر وزن المفتوح. الجوائز اللي حصلتها مركزين يعني ثالث ومركز ثاني خلال المشاركات اللي شاركت بيها. يعني هي هاي البطولات تخلي عندك دافع وتولد عندك رغبة بالمشاركة أكثر وأن تثبت نفسك، يعني تثبتها لنفسك إلك وتثبتها للناس اللي تحبك أو الناس اللي تتخذك قدوة. يعني قلت لك أنا مدرس، فيعني يعجبني أنه تكون قدوة للطالب يقتدي بيها كان بالطريق الفني أو الطريق الرياضي. فلهذا يعني أي بطولة أدخل لها يعني بعد ما أطلع إذا حصلت نتيجة أو ما حصلت أحاول أنه يعني أشتغل أكثر حتى أقدم أكثر وأجيب نتائج أكثر. يعني إحنا شاركنا ببطولة العرب قبل شهرين، عندنا بطولة العراق إن شاء الله خلال الفترة الأيام القادمة أيضا رح أشارك كلاعب، وعندي استعدادات إلى بطولة أوراسيا المقام في تركيا إن شاء الله 2023. عندنا أهداف وكلنا عندنا طموح ونحاول جاهدين حتى نحقق أهدافنا. خلينا نشوف سامر شلون قدر يكمل وشلون قدر ينجح ويحقق أهدافه. يعني من الصعوبات اللي نشوفها دائما بهاي اللعبة مالتنا صعوبات جسدية، انه ممكن انت تنصاب، ممكن تنضرب، تتأذى، يولد عندك كسر، فطر بالعظم. الحمد لله انا هاي الامور ما يعني حتى لو تصير تطيب، يعني مجرد فترة زمنية بسيطة تطيب وتتعالج. يعني مخاطر انه مخاطر ذهنية تظل تفكر انا اذا انضربت، انا اذا كذا، انا موظف، انا شلون، الاجازة مالتي صعبة كذا. هاي الامور خلينا نقول نقدر نتجاوزها بالتمرين الصحيح وبالتمرين المكثف، ممكن تقلل من نسب اصاباتك. بس احنا الصعوبات اللي يعني منعت كثير من اللاعبين بالاستمرار بهاي اللعبه وتمثيل العراق بالمشاركات الدوليه الصعوبات الماديه. يعني احنا نشوف صعوبات ماديه جدا جمه، يعني نشوف مثلا لاعب يجي بكل طاقاته الشبابيه وبكل واهسه ومعنوياته عاليه، شهر شهرين ثلاثه يبدي يصير لاعب، يبدي تتكون عنده مراحل اللعب الصحيح. من تجي للبطولة إن كانت بطولة داخل العراق أو بغلين كردستان أو خارج العراق، هاي البطولة يراد لها فلوس اشتراك، يراد لها بدلة، يراد لها مثلاً إذا تريد تأخذ مكملات أو يعني مشروبات طاقة. هاي الأمور يشوف هو نفسه عاجز، إن هو طالب أو هو مثلاً عامل بيومية بسيطة، بنشوف هاي الصعوبات رح يوقف. فلهذا يعني هاي اللعبة خسرت هواية. أنا أحكيك على مستوى صلاح الدين، أحكيك على مستوى سامرة، يعني العراق الجنوب الشمال إحنا ما عندي ذيش المعلومات عنها. القوة عند سامر ما صارت فقط بالجسد، لكن قوة في الإرادة وعمل عليها. عنده أعمال كثيرة بس هذا ما منع أنه يحقق طموحه وأهدافه. إحنا بدورنا نتمنى له كل التوفيق لأنه تخطى كل الصعاب اللي واجهته. أنت تقدر أيضا تتخطى هذه الصعاب وتقدر تعمل على نفسك. كنا اليوم نقدر نشتغل، ماكو شيء يمنعنا. كنا اليوم إحنا نقدر نطور من نفسنا ونثابر ونسعى حتى نحقق أهدافنا. أكيد كل شخص بينا عنده هدف معين،
حاول وفشل، لكن مو هذا يعني يخليه قاعد بالبيت، لازم يحاول مرة ومرتين وثلاثة. المحاولة هي شيء أساسي حتى تخليك توصل لأهدافك. أكيد كل هدف عندنا هو هدف سامي ونحبه من إحنا وصغار، ودائما نقول نتمنى هيك يصير عندنا، لكن شنو الفائدة من التمني إذا ما أكو سعي وتحقيق؟ خلينا نكمل بقية القصة. طبعا هي هاي اللعبة، أنت ابتداء من البدلة، اشتراك الشهري تبي فلوس، تشتري بدلة اللي هي خاصة بهاي اللعبة بفلوس، إذا تريد تختبر حتى تتقى بالأحزمة هاي بفلوس، شهادة تثبت أنه أنت ترقيت بالأحزمة هاي مبالغ مادية. أكو ناس ما عندها، يعني ممكن الموظف الكذا الجاي عنده راتب ويمشيها، ماكو مشكلة، بس أنت مثلا إذا شوف هو طالب أو هو عامل بأجر يومي، يعني عمال يطلع عماله، فيجي عجبه يشترك بالقاعة ما يكمل، يعني يجوز شهر شهرين ما يقدر، لأن كلها فلوس. يعني احنا ما نحمل الاتحاد مالتنا وما نحمل مدربينا او قاعاتنا الرياضيه، بس هو هذا واقع، يعني اشتراك الايجار المولد الكهرباء هاي الامور، فيضطر المدرب يضطر الاتحادات انه تجمع من الوعي. طبعا محافظ صلاح الدين على مستوى صلاح الدين وسامرة القاعات اغلبها خاصه اهليه، يعني الانديه موجوده الانديه، بس ايضا ماكو دعم، ماكو دعم لا نادي صلاح الدين لا نادي سامر اي نادي، يعني اي قضاء موجود ماكو ذاك الدعم المادي، يعني مجرد انه تجي تلعب يدربك المدرب وخلاص، بس انت اذا تريد تشترك على مستوى بطولات بالعراق فلوس الاشتراك عليك، فلوس النقل عليك، انت تتحملها انت كلاعب تتحملها، يعني الكروه عليك، الريوب مثلا، الغداء، اي مساله تدفع فلوسها كامله انت، النادي يقول لك ماكو دعم احنا ما عندنا دعم. طبعا البطولات الخارجيه على مستوى مشاركتي اني، يعني مو مستوى مشاركه المنتخب الوطني واللاعبين، كلها تروح تتحملها انت، من فيزا الى اجور طيران الى اجور المبيت الى الطعام، وحتى فلوس الاشتراك هناك تدفعها من جيبك الخاص، يعني ابد ماكو اي دعم حكومي، يعني احنا نطرق ابواب النواب، نطرق ابواب الوزراء، وزاره الشباب والرياضه هي نفسها اللي يعني احنا وصلنا مرحله نسميها وزاره كره القدم، يعني كل اهتمامها وكل يعني فكرها الشاغل هو شلون تداري وتدير اتحاد كره القدم، رغم انه اتحاد كره القدم يعني مع احترامي لهم وجل احترامنا الى كل اللاعبين من رئيس الاتحاد الى اصغر موظف، يعني ماكو ذيش النتائج، بينما انت من تجي على لعبتنا العراق محصل ذهبيه ببطوله العالم العام الفات، يعني في بولندا عندنا لاعب من اهالي بغداد جاب يعني مركز اول، يعني جاب ذهبيه وعندنا فضيات وبرونزيات على مستوى، يعني العراق من شارك ببطوله لبنان جاب ثاني فرقي، يعني اكو حصلوا ميداليات ذهبيه وفضيه برونزيه، يعني نتمنى الدعم منهم، نتمنى التوجيه حتى لو مو كان يعني دعم مو مادي بس توجيه ثقافي، يعني وزاره الثقف دورات ندوات على اللعبات الفنون القتاليه على قاعات الحديد، انه تكون جيل رياضي نشط، يعني مو خامل مو ذبلان، يعني الرياضه تولد عند الانسان ثقه بالنفس، يعني حلو الانسان من يمشي وهو عنده ثقه بنفسه قادر على انه يواجه اي صعوبه يواجه اي مشكله تصيبه، لان هاي اللعبات تحمل الصبر تحمل الألم، ماكو ألم ماكو نتيجة، يعني الإنسان لازم يتألم بالبداية، كل قاعة رياضية لازم بيها تحمل وبيها ألم، على الإنسان على الرياضي الكبير الصغير أنه يتحمل حتى يوصل للطريق اللي يريده. نتمنى لك كل التوفيق يا سامر بمسيرتك، أكيد النجاح أمر جميل جدا، كنا اليوم نقدر ننجح وكنا نقدر نحقق أهدافنا، ولازم إحنا نسعى مثل ما ذكرت، أكيد السعي أمر ضروري جدا. اليوم إحنا نشوف قصص جميلة جدا وناخذ من عندها الطاقة الإيجابية والحكمة، كنا نقدر ننجح لكن علينا نتحرك. شكراً لكل من تابعنا لهذا اليوم، أتمنى لكم يوم سعيد وطيب، ووصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا من برنامج قصة نجاح، انتظرونا بحلقة جديدة، إلى اللقاء.